تقرير القناة 14 الإسرائيلية يقول أن مدينة حيفا وتل أبيب تكاد تكون خالية الشوارع، الحياة معطلة، ويعني الكيان الصهيوني يدفع ضرائب كبيرة جدا. الضيف الكريم ذكر 400 مليون دولار، لا هي أكثر من ذلك، لأن الجي دي بي أو الناتج القومي في الكيان الصهيوني هو أكثر من 320 مليار دولار، يعني بعبارة أدق أن يومية ما يقارب المليار دولار، وهذا رقم كبير جدا على هذا الكيان.